ومكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية، ووصولنا لفقرتنا الأخيرة لنحكي عن موهبة الرسم. طبعا موهبة الرسم رشا بتحتاج لفن، مهارة، شغف لحتى نقدر نتدرب نشتغل على حالنا، نترك الجوال، نترك الأصدقاء، نقعد نرسم نشتغل. ما فينا نترك حدا. أكيد مثل ما قلتي ليلى، دائما هلأ خلينا نقول نتفق على نقطة أنه الإبداع هو بيخلق بالفطرة عند أي شخص. صحيح. فينا، وكل حدا بيروح لاتجاه معين بحياته. إذا رحنا لموضوع التدريب وضلينا هيك عم نقوي هاي الموهبة عنا، أكيد اليوم رح ننجح بحياتنا. اليوم ضيفنا يعني جمع بين الرسم وجمع بين طب الأسنان، يعني اليوم أي حدا ممكن يستغرب أنه اليوم طبيب بمجال طب الأسنان وهو حدا كتير شاطر بالرسم. يمكن ما بنعرف اليوم كيف الظروف خليته يروح لطب الأسنان وشغفه وميوله عم يكون بالرسم. نحكي أكثر تفاصيل ونعرف اليوم من ضيفنا، أكيد هو الطبيب الأسنان علي جعفر العبد الله. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا. صباحك يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. طبعا مثل ما ذكرنا يعني هيك شوي حاله غريبه انه طبيب اسنان وحابب انه الرسم، موهبه الرسم. خلينا نحكي ايمتى اكتشفت هاي الموهبه؟ كنت بعمر 16 سنه وكنت انا كثير بحب ارسم. تمام. ف فتت على اليوتيوب وتعلم وهيك تتعلم الرسم. ايه تمام. وبلشت انه اتعلم شوي 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 شوي، بعمر العشرين يعني كنت خاتم كل شيء. طيب صرت ارسم اشخاص مثل ما هن. بورتري قصدك؟ بورتري قصدك؟ شو بورتريك؟ يعني بورتري يعني بتروح لرسم الوجه. ايه يعني كامل بتفاصيله. انا هي قصدي يعني. طبعاً. طيب اليوم وقت بنقول طبيب اسنان عم نروح للفرع العلمي، وعم ناحيه ثانيه عم نحكي عن الفرع الادبي. اليوم شو لما الشامي على المغربي يعني هيك من الاخر؟ هلا كطب اسنان رغبه اهل. تمام. بس كرسم موهبه يعني من انا. اينو اكثر ميولك لإلى؟ الرسم. الرسم لانه بلش فيها قبل. ايه الرسم. يعني كان اليوم طب الاسنان اختيارك وهو رغبه الاهل يعني؟ لا اليوم رغبة كان فيك الأهل. رغبه اختياري يعني. دائما نحن بنوقع بهي المشكله انه رغبه الاهل ممكن تطغى على رغبه الشاب او الصبيه، فبيضل شغفهم متعلق بناحيه ما كان علميه او فنيه يعني. حدا شجعك على هذا الفن او في حدا من عيلتك فنان حتى حبيت هذا الشيء؟ لا والله رفقاتي. عندي رفقاتي بكثير بيشجعوني وشافوا رسمي انه اول شيء فدعموني. وقفوا وحدي كل كثير حلو. دائما الدعم المعنوي من الاصدقاء كثير مهم رشا، وله دور كثير كبير. يعني انت ما في من حدا رفقاتك انه رسام او شايف حدا مقرب لك بس انت حبيت هاي الفكره؟ لا انا حابب هاي الفكره من زمان من انا وصغير، بس وقت صارت الجوالات واليوتيوب وهي الشغلات فتعمقت فيها. كثير حلو. بلشنا نفوت فيها. طيب خلينا نروح للمواضيع اليوم. شو هي اهم المواضيع اللي انت بتحبي تجسدها على الورق؟ يعني شو بتحب ترسم اكثر شيء؟ الشخصيات. مثل الشخصيات المهمه فيروز وام كلثوم وامرار، انه برسم اشخاص معينين. قد ايه بيقولوا لك نسبه نجاحك بهذا المجال توصيف الشخصية على الورق؟ 90%. وين 10%؟ لا انه يعني بيروحوا انه خربطت خط هون يعني شيء مايل هون. طب محمد، اول رسمة رسمتها، اول رسمة رسمتها بحياتك كانت ناجحة معك، شو هي؟ بتتذكر؟ بتذكر وقتها فستان. فستان عرس وظبط معي على 24، فكتير كنت حابب اني انتجه، اني صممه لهذا الشيء. دائما المصممين الازياء واللي بيروحوا لمجال الفساتين الازهار هن بالاصل بيكونوا رسامين يعني. اليوم خلينا اذا بدنا نقول بعد ما تتخرج وتروح باختصاصك، حضرتك اليوم سنه ثالثه بطب الاسنان، يعني ممكن تفكر انت اليوم تشارك بمعارض لجانب المجال العلمي؟ ممكن هيك تروح معرض، تعمل معرض خاص بإلك او لا؟ ما وصلنا لهذا الحلم تماما. هلا عم فكر فيه، مجرد تفكير. فلزبط اللوحات ويكون عندنا وقت لهي الشغلات. طب شو هي الحالات اللي بتكون فيها وقت بتكون عم ترسم رسمه؟ في حالات معينه او جو خاص فيك؟ رايق. اهم شيء الرواق. الرواق اهم شيء عندي اياه. بكون بالبيت انه لحالي، انه خاص انه بترك كل شيء دراسه هيك، انه بكون مخلص بقعد بعمل لي كاس نسكافيه
ببلش بموهبتي بالرسم. اهم شيء النسكافيه. بس ما عم تقدر توازن اليوم بين المجال العلمي والفني يعني بحياتك؟ يعني عم تقدر؟ الحمد لله بتقدر تفصل. يعني احيانا شغف اي حدا فينا ممكن يخليه بعد شوي عن القصص الثانيه، يعطي الوقت الاكبر للشيء اللي بحبه هو بحياته. لا الحمد لله كثير متوازن فيهم. اهلك كان عندهم مشكله انك انت اليوم بمجال العلمي ومجال الفن عم تشتغل؟ لا لا ابدا، كونه ما عم ياثر على لا دعموني. يعني كمان دعموني، هن كانوا اساس الدعم. ان شاء الله هيك بنشوفك بمعرضك الخاص، ولكن اكيد بعد التخرج وانهاء الاختصاص. يعني دائما هاي المعارض بتقدم الفنان بشكل صح ليلى، بتعمل له انتشار يعني. تماما. بالنسبه لطب الاسنان نحن عم نحكي عن الرسوم، مين شجعك يعني على هاي المهنه او على هذا على هاي الدراسه؟ حدا من اهلك حتى فتت هيك؟ الوالد والوالده هنهم حابين طب الاسنان. بالنسبه لك انت بيقولوا لازم حدا يطلع من بالعيله انه دكتور طبيب اسنان. ايه انه دكتور. فانا تفوقت وجبت علامات والحمد لله، فلبينا رغبتهم. لو انك اخترت بس الرسم كانوا شجعوا؟ لا اكيد لا. لا لا الاهل دائما بيفكروا بالناحيه بالمستقبل يعني، وخاصه اليوم بجوز هذا المجال يعني بالنهايه هو ما له مورد للشخص بالحياه، هو خلينا نقول شغف اكثر. خلينا هيك بكلمه اخيره لحضرتك، لك الحدا عم شوفنا اليوم عنده هذا الميول الفني وعنده مجاله العلمي. هلا بحب اقول له انه يكون مستمر برسماته وان شاء الله يكون مطرح ما بده. ونحن عم نتمنى نشوفك دكتور محمد دكتور علي تحقق حلمك بالمكان الصح، ونشوفك اسمك كمان من الاسماء المهمين بمجال الرسم. شكرا لحضرتك وبالتوفيق لك. شكرا. شكرا لحضورك معنا، وان شاء الله هيك بالتوفيق الدائم وتحقق دائما هيك بالموهبه، وايضا بنشوفك اهم دكتور. يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.